السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع الجزء الرابع من سلسلة إدارة المشاريع باحترافية، و سنترك في الوصف أدناه رابط الأجزاء السابقة لمن أراد الاطلاع عليها، فقط للعلم أننا نحاول أن نسير الموضوع خطوة بخطوة، لأن المعلومات كثيرة جدا والمصطلحات ستكثر شيئا فشيئا، لكن الأهم أن نعرف مضمون كل خطوة وكذلك كيف نضمن فاعليتها وما هو المطلوب عندها. لا أريد أن أطيل عند هذه النقطة، لكن فقط للعلم أن إدارة المشاريع ليست خطوات متسلسلة كما يعتقد البعض، ونتكلم هنا على الشق الإداري من المشروع. المشاريع تنفذ عبر خطين، خط صناعة المنتج وخط إدارة صناعة المنتج. فمن يشرف على إدارة صناعة المنتج أي إدارة المشروع يجب أن يكون لديه التركيز على العمل الذي بين يديه الآن وعينه على المستقبل، على المهام المقبلة، وتكون له المرونة لإحداث التغيير متى كان ذلك ضروريا. فكلما كانت له مهارة إدارة التغيير في الإجراءات عالية كان ذلك للأفضل وأمر مرغوب به ومستحسن من قبل العميل طالب الخدمة أو المنتج النهائي من المشروع. لأن الكثير من المشاريع يكون قد تم إعداد ميثاق المشروع والاتفاق على شكل الإنجاز النهائي، لكنه في وسط مسار المشروع يطلب العميل تغيير، وهنا يجب أن تتوفر سعة الصدر وتقبل الموضوع وعدم الإصرار على تنفيذ بنود الاتفاقيات كما تم سردها، بل محاولة تكييف الوضع حسب المستجدات الجديدة. ومن أجل مثل هذه الحالات ظهر الأجايل، الأب الروحي كما قلنا سابقا لمنهجيات المشاريع الحديثة. الأجايل الذي أتى ببساطة بمايندسيت، عقلية جديدة، نمط تفكير جديد تحكمه وتقوده مجموعة من القيم والمبادئ، من مضامينها المرونة وقابلية التكيف، لأن عدم التغيير في نطاق المشروع هو الأمر الذي أفاض الكأس وولد الإحباط في إدارة المشاريع بالطرق التقليدية وأدى باستحداث مفهوم الأجايل، خصوصا في المشاريع التي قد يكون التصور العام للمشروع واضحا لكن الجزئيات والتفاصيل غير واضحة. بالنسبة لمن لم يتابعنا في فيديو الأجايل فسيجد رابطه في الأسفل كذلك إذا رغب في الاطلاع عليه. وأنا أنصح كل من هو في العمل الإداري أن يفهم الأجايل جيدا، لأنه أصبح من الأساسيات للإدارة الحديثة مع العديد من الممارسات المتميزة الأخرى، خصوصا مع عالم التكنولوجيا المتحدث باستمرار. وما دمنا نتكلم عن التغيير في وسط المشروع دائما يأتيني السؤال، كيف نتعامل معه مع التغيير من ناحية التكلفة؟ هنا يجب التعامل مع الأمر ببساطة، إن كان غير مؤثر ولا يتطلب جهد ووقت ومال إضافي فهنا نجعل العميل يفهم أنه سيحصل على خدمة مجانية دون مقابل. وفي هذه الحالة الأكيد أن الأغلبية من العملاء يقدمون تعويض عن هذه الخدمة المجانية التي حصلوا عليها، أي كان نوع هذا التعويض، لأن طبيعة البشر تستجيب بهذه الطريقة. أما إن كان التغيير مكلفا فيجب أن نجعله خدمة جانبية للمشروع ولها حسابها بعيدا كل البعد عن ميزانية المشروع. إذن مررنا حتى هنا على مرحلة الاستكشاف والتي تخللتها ثلاث مهام، دراسة الفرصة والجدوى وميثاق المشروع، ثم انطلقنا مع مرحلة التخطيط وشرحنا خطوات التقسيم والتسلسل الهرمي والترتيب للمهام، ووضحنا ذلك أيضا عبر استعمال برنامج MS Project. واليوم إن شاء الله سنتابع مع مشروع العائلة ونصل إلى البلانينج، الخطة. فقد عرفنا المهام المطلوبة وترتيبها الزمني مع بيان العلاقات فيما بينها، ويظل حتى نتمم الخطة أن نحدد من سيعمل على كل مهمة والموارد التي تحتاجها كل مهمة، وبالتالي سنعرف تكلفة كل مهمة، ما سيقودنا لمعرفة تكلفة كل مرحلة، وفي الأخير تكلفة المشروع بكامله.
إذا نتحول إلى برنامج لميس بروجكت حتى نعرف كيف يتم ذلك. إذا نعود إلى برنامج المايكروسوفت بروجكت وإلى مشروع الرحلة العائلية. هنا المشروع كان من المفترض أن ينطلق يوم 27 فبراير، إلا أننا لم نفي بهذا التاريخ حيث أن تاريخ اليوم هو 6 مارس وقد تخطينا موعد الانطلاق. على هذا الأساس يجب أن نغير تاريخ الانطلاق إلى تاريخ لاحق. إذن سنذهب إلى الرحلة العائلية ونقوم بتغيير التاريخ إلى تاريخ مثلا 13 مارس. بمجرد تغيير تاريخ الرحلة 13 مارس تم تغيير جميع التواريخ التالية للمراحل لأنها جدولة تلقائية. أما إذا نظرنا إلى التواريخ الخاصة بالمهام حيث أن المهام جدولة يدوية فلم يتغير شيء، وعلى هذا الأساس نفهم أننا من المفضل أن نقوم بجدولة تلقائية، فهي تساعدنا على اختصار الوقت دون أن نقوم بتغيير جميع تواريخنا يدويا. إذن سنذهب إلى الزاوية هنا، نقوم بتضليل جميع المهام، جميع المهام التي تشكل مراحل المشروع، ثم نغير جدولة يدوية إلى جدولة تلقائية. بعد ذلك نذهب إلى المشروع ونقوم بنقل المشروع إلى تاريخ الذي اتفقنا عليه وهو 13 مارس، وعندها الحالة سنجد أن جميع المواعيد جميع التواريخ تم تغييرها حسب التاريخ الجديد، وقد تم نقل المشروع دون تغيير المدة المقررة لأي مهمة. إذن كنا قد قمنا بتقسيم مرحلة الاستعداد وقمنا بترتيب المرحلة، وقد ظهر لنا ذلك الترتيب جليا في رسم جانت. إذن سنقوم بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي السفر، لكن قبل ذلك دعونا أن نضيف هنا فوق مرحلة السفر نقوم بإدراج مهمة، الضغط على اليمين، إدراج مهمة، وهذه المهمة سنسميها الانطلاق. إذن سنسميها الانطلاقة وستكون مدتها 0 يوم، وستكون بعد آخر مهمة من مرحلة الاستعداد بعد مهمة الإشراف 7، ويتبين هنا أن البرنامج قد تعرف على الانطلاقة على أنها جالون، على أنها مايلستون معلم، وقلنا أن المعلم هو محطة نقف عندها لتبيان بعض الأشياء، سواء أن نسلم بعض المنتجات أو خدمة، أو ممكن أن نحلل الوضع أو نقوم بتقييم الوضع، فهي ليست لها مدة لكنها وقفة. وسنجعل كذلك هذه المهمة تلقائية، ويمكن أن نضيف على هذه المهمة، نذهب إلى معلومات، ملاحظة، وهذا شيء مهم دائما في المهام التي تحتاج إلى ملاحظات، ملاحظات تذكرنا بما نريد عمله. إذن سنذهب إلى معلومات المهمة ونختار ملاحظات ونكتب تأكد. إذن عند هذه المرحلة سنقوم بإجراء بعض الفحوصات للتأكد من أن جميع متطلبات السلامة للرحلة متوفرة. بمجرد إضافة هذه الملاحظة نجد أن هناك بوست-إت أصفر يوضح أن هناك ملاحظة التأكد من جميع متطلبات السلامة متوفرة أو تم الامتثال لها. إذن سننتقل إلى مرحلة السفر، وأول مهامها السواقة. السواقة ستكون طيلة مدة الرحلة انطلاقا من أول يوم هو 13 مارس إلى آخر يوم،
وبما أننا لم نحدد آخر يوم، سنجعل مدة السواقة مدة الرحلة 7 أيام، وسنجعلها بعد الانطلاقة بعد 16 مارس بعد مهمة 8. إذا 7 أيام من 16 مارس إلى 28 مارس، الأكيد من 16 مارس زائد 7 أيام هي 23 مارس، لكن البرنامج أضاف بعض الأيام التي تعتبر إجازة بالنسبة لنا، أضاف يوم السبت والأحد، السبت والأحد الأيام التي اعتبرناها إجازة حسب التقويم الذي كنا قد عددناه. السبت والأحد، السبت والأحد، السبت والأحد، كنا قد وضعنا يوم الإجازة يوم 2، ممكن أن نغير يوم 2 إلى أي يوم آخر، نضعه 24 مثلا. بالطبع في مشروع الرحلة يعتبر أنه لا توجد أيام إجازات، لكننا قمنا بذلك افتراضا لمحاكاة الواقع حتى نكتشف كيف يقوم البرنامج مايكروسوفت بروجكت بمساعدتنا بشكل تلقائي في تحديد الأيام، تحديد أيام العمل مع الأخذ في الاعتبار الإجازات والمناسبات. كما نرى هنا كانت البداية 16 مارس، أضفنا 7 أيام، فهو أضاف الأيام الإجازات والمناسبات وكذلك يوم العطلة 24 مارس، فأصبحت المهمة 28 مارس. بالنسبة لمهمة مصروفات حركة السيارة والطريق السيار والبترول، فكلها مهام ستكون متزامنة. إذا ما علينا إلا أن نأخذ هذه المهمة ونقوم بنسخها مع جميع المهام، ويتضح ذلك هنا في رسم جانت. انطلقت الرحلة، وبعد حيز من الزمن تبين للسائق أننا لن نحتاج للمرور من طريق السيارة. على هذا الأساس نقوم بإلغاء تنشيط هذه المهمة، نظل على المهمة، وبما أننا نشتغل على مهمة نذهب إلى مهمة وهناك نختار إلغاء تنشيط. بمجرد القيام بذلك يتضح أن البرنامج قد وضع خط على هذه المهمة، بما يفيد أنها ليست ضمن المهام الفعالة. قبل أن نمر هنا، هناك من المهام كذلك المهام المتكررة، بمعنى أن العائلة لديها مهمة متكررة، ولنفترض مثلا أنها ستقوم باجتماع كل يوم من الأيام. إذا سنذهب إلى المكان الذي نريد أن نضع فيه مهمة متكررة، ثم إلى مهمة الأكيد، ونختار من المهمة هنا مهمة متكررة. بمجرد الضغط على ذلك تفتح نافذة، نختار اسم المهمة، نقول اجتماع دوري، وليكن هذا الاجتماع يوم الاثنين فقط، يوم الاثنين فقط. ممكن أن نضعه يومي، أسبوعي، شهري، سنوي حسب المشروع. سنضع الاجتماع يومي وستكون مدته نصف ساعة. إذن سنرى أن هناك بعض الاجتماعات قد أضيفت، 9 اجتماعات حسب مدة الرحلة، لأنه يعتبر الرحلة تنتهي إلى 8 مايو، لأننا لم نحدد الأيام الخاصة بكل مهمة. مع تحديد الأيام سيتغير هذه الاجتماعات. إذن عرفنا كيف نضيف مهمة متكررة، والأكيد أن في المشاريع الأجايل هناك اجتماع يومي لمدة ربع ساعة، وهناك اجتماعات دورية كذلك، وهناك اجتماع بعد تسليم المنتج. إذن هناك اجتماعات تكون اجتماعات دورية. لنفترض مثلا أن قائد المشروع قرر أن تعبئة البترول لن تكون إلا في بعض المحطات الخاصة، وعلى هذا الأساس قام بربط مهمة، ربط تشعبي، بملف خارجي يحدد جميع المحطات التي يجب الوقوف عندها. إذا نضغط بيمين الماوس على مهمة البترول ونقوم بارتباط، ونختار من الملف هنا أي ملف، نذهب مثلا documents، أي ملف
ليكون مثلا هذا ملف بروجكت ما، وليكن هذا الملف مثلا. إذا مجرد ما قمنا بربط هذه المهمة بملف خارجي عن طريق ارتباط تشعبي، ظهرت لنا علامة الارتباط. إذا تقول هذه المهمة لم تبدأ إلا بتاريخ 16 وهي مرتبطة مع هذا الملف الخارجي. إذا قمنا بالضغط على هذا الملف الخارجي سيفتح الملف الخارجي، وقد فتح وهو لمشروع آخر. بعد البترول سننتقل إلى محطات الراحة، ومحطات الراحة تكون خلال مرحلة السفر، يعني طيلة مدة السواقة ستكون 7 أيام، وستنتهي هذه المهمة مع انتهاء مرحلة السواقة مع 20، مع مرحلة السواقة 20 أنت. تنطلق 16 مارس وتنتهي معه، وجميع المهام هنا كذلك ستكون ذات نفس التنسيق لأنها تتخلل نفس المرحلة. بالنسبة للفندق فهو الأيام التي سنقيم خلالها في الفندق أثناء هذه الرحلة. إذن لو كانت الرحلة 7 أيام فالفندق سيكون 6 أيام. كذلك عند العودة ستكون هناك محطات الراحة، سينتهي مع المراقبة مع رقم 29، مراقبة 29، وستكون انتهاء. وكذلك ستكون قبل هذه المرة، ليس بعد ولكن قبل 3 ساعات من الطريق. إذن هنا كما نرى فالمهمة الأكل والشرب داخل الفندق ستنطلق من يوم 16 مارس كذلك، ستاشر مارس ستنتهي 28 مارس، تنتهي بعد مرحلة المراقبة لكن قبل 3 ساعات. قبل 3 ساعات هنا نرى سالب 3 ساعات. الاختلاف مع ترتيب داخل السيارة كان بعد الانتهاء من نقل الأغراض، موجب نصف ساعة، هنا لا، سالب 3 ساعات. وكذلك أجرة الغرف ستكون نفس الشيء، سندفع سعر الغرفة قبل الانطلاق. ثم ننتقل إلى مهمة الوجهات السياحية، وأول مهمة هي الأكل والشرب. الوجهات السياحية هي الرحلات التي ستقوم بها العائلة أثناء إقامتها في الفندق. إذا الوجهات السياحية يجب أن تنتهي قبل دفع أجرة الغرف. سنجعل هذه المهمة الوجهات السياحية 2 يوم، وتبدأ بعد الوصول من إلى الفندق 16 مارس. ممكن أن نجعلها 16 يوم 20 لمدة 3 أيام. هنا يمكن أن نربط المهمة الأكل والشرب والمهمة الألعاب، ممكن أن نربطهم تلقائيا عن طريق الأزرار هنا، هنا في زر ربط المهام، لكن الربط هنا افتراضا يقوم بارتباط انتهاء بدء، لكن المهمتان هنا بدء أو انتهاء، علاقتهم بدء أو انتهاء. أربعة وثلاثين هذه العلاقة التي تربط بينهم. ثم لدينا آخر مرحلة وهي العودة إلى البيت، وفور العودة إلى البيت سنقوم بمراجعة الفواتير، وهناك جلسة تقييم اجتماع للفريق، وبعد ذلك نستخلص الدروس المستفادة
سنجعل هذه المهام ثلاثتها مترابطة، سنختار المهمة وسنختار من هنا مترابطة فور انتهاء بدء. سنجعل مهمة الفواتير تكون بعد مهمة أجرة الغرف رقم 32 ترتبط معها، ثم سنختار أن كل مهمة يوم واحد. من خلال الاطلاع على المشروع نجد أنه مشروع سهل، ليست هناك ترابطات كثيرة، أغلب المهام فهي متوازية في مدة التنفيذ. إذا المشروع ليس بصعب جدا، لكن اخترنا هذا المشروع البسيط حتى نستأنس بالبرنامج. إذا نذهب إلى تنسيق مخطط جانت ونختار المهام الهامة. المهام الهامة هو المسار الحرج أو النشاط الحرج، والأفضل أن نسميه المسار الحرج لأن الماء هنا عبارة على أنشطة. فالمهام الهامة من المفترض أن يظهر هنا خط أحمر يوضح لنا المسار الحرج. نختار فترة السماح لنعرف أين هو الخلل. فترة السماح هي المدة التي يسمح للمهمة بالتأخير بموجبها. مثلا هنا هذه المهمة نرى أن مسموح لها أن تتأخر كل هذه المدة، إذا هناك غلط لدينا في المهام. نعم هناك غلط، هناك لغاية 28، لأن الجمعة الدورية فقد اختارها البرنامج بشكل برمجة جدول يدوية، سنحولها إلى تلقائية. وآخر يوم لدينا في المشروع 31 مارس، إذا بعد 31 مارس ليست لدينا أي اجتماعات. سنقوم سواء بحذف هذه المهام أو إلغاء تنشيطها فقط. إذا سيتغير الاجتماع الدوري، آخر اجتماع دوري لـ27، وهنا ظهر لنا الخط الأحمر الذي يوضح لنا المسار. وهنا هذه المسافات باللون الأسود هي الفترات السماح، الفترات التي مسموح لهذه المهام أن تتأخر حتى نهاية الخط. المسار الحرج هو ببساطة هو المسار الذي يربط بين الأنشطة الحرجة التي ليست لديها فترة تأخير أو فترة سماح، كما ذكرنا ليست لديها فترة سماح، فهو يمثل مسار لو حدث به تأخير فإنه يؤدي إلى تأخير المشروع كله بنفس المقدار. بالنظر إلى المشروع نجد أن لدينا فقط مايلستون واحد، معلم واحد، إذن من المفترض أن يكون لدينا أكثر من ذلك. إذن مثلا بعد دفع أجرة الغرف ممكن أن نضيف مهمة الأمتعة، وستكون كما اتفقنا 0، وهي يوم 28 مارس، يوم ترك الغرفة 28، ستكون بعد مهمة دفع الغرف 32. نجدولها تلقائيا، ويمكن أن نضيف عليها ملاحظة، مثلا ماذا نقوم عند هذه المحطة؟ نقوم بالتأكد من جمع جميع الأغراض الشخصية. لغاية هنا نكون قد عرفنا الكثير من الإجراءات التي نقوم بها في برنامج لميس بروجكت، ومن المهام الأخرى التي يمكن أن نضيفها ونشتغل عليها هو الخط الزمني. الخط الزمني مهم جدا، فهو يعطينا رؤية مرئية للأحداث. يمكن أن نضيف مثلا مهمة
الأمتعة، نسحب المهمة من هنا مباشرة إلى الخط، ومثلا الانطلاقة كذلك مباشرة إلى الخط، نسحبها سحب. كما يمكن أن نضيف مثلا شراء التموين، ممكن أن نضيف مثلا الترفيه، ويمكن أن نضيف كذلك أجرة الغرف. نضيف بعض المحطات التي نريد أن نتابعها فقط، وكذلك نريد أن نتأكد من الدروس المستفادة. هذه مثلا بعض المهام التي نريد أن نتابعها. ممكن أن نضع لها اللون الذي نريده حسب هناك بعض المهام التي يمكن أن نضيفها، مثلا المراقبة، نضيف المراقبة فهي ستكون عند محطات الترفيه، ويمكننا أن نسحب المراقبة إلى الخارج حتى تتبين أن المراقبة تتابع هذه المرحلة بكاملها. وكذلك مثلا لدينا جلسة تقييم، أو لدينا هناك الإشراف، الإشراف يمكن أن تتبع مرحلة بكاملها. نسحب الإشراف إلى الخارج، كما يمكننا أن نضع هنا مرحلة التقييم، جلسة التقييم، وجلسة التقييم سنضعها خارجا. وهذا المخطط الزمني يمكن أن نقوم بطباعته أو حفظه في مكان، نقوم بطباعته مثلا هنا على ورقة A4، أو ممكن أن نحفظه في أي مكان، أو ننقله صورة إلى أي مكان في العرض باوربوينت ونعرضه على أصحاب المصلحة والمعنيين. إلى هنا نكون قد عرفنا الكثير من الأشياء الخاصة بالمايكروسوفت بروجكت، كيف يساعدنا في وضع التخطيط المنظم للمهام. ولازال هناك الكثير الذي سنتبعه إن شاء الله في الفيديو القادم.